انا هحتاج لثلاث حبات من البرتقال، والكميه بتكون حسب الرغبه. واول خطوه انا عملتها ان انا غسلته في كميه من الميه، ضفت عليها معلقه صغيره من الخل ونقعته فيها لمده دقيقه واحده، وبعد كده صفيته ونشفته كويس. بعد بقى ما نشفت البرتقال كويس، هبتدي بقى دلوقتي اقشر البرتقال عشان انا محتاجه للقشور بس. مع العلم بقى ان قشور البرتقال دي بتكون غنيه جدا بفيتامين سي، حتى الفيتامين سي اللي بيكون موجود في القشور بيكون 5 اضعاف اللي موجود في البرتقاله نفسها. بشرت بقى كده خلاص البرتقال، وزي ما انتم شايفين انا ببشر الجزء الاصفر بس من غير ما اوصل للجزء الابيض، وده بيكون بقى شكل بشر البرتقال. بعد كده بقى بضيف كل كمية بشر البرتقال كده في الخلاط، وهضيف بقى عليها دلوقتي مقدار ربع كوباية كده من ماء الورد. بسم الله. ولو مش متوفر بقى عندك ماء الورد، او لو مش حابة يعني انك تستخدميه، هتستبدليه بربع كوباية من المية المقطرة او المية المغلية والمبردة، يعني بتغليها وتسيبها لغاية ما تبرد وبعد كده بتستخدميها. هخلط بقى دلوقتي بشر البرتقال كده مع ماء الورد لغاية ما ينعم كويس جدا ويبقى زي العصير. خلطت بقى كده المكونات كويس جدا، شايفين بقت ناعمة ازاي؟ لازم تخلطيها لمدة كافية لغاية ما تبقى ناعمة بالشكل ده. هصفي بقى دلوقتي المكونات دي باستخدام مصفى سلك تكون ضيقة، عشان عايزة العصير ده يبقى رايق ما يكونش فيه اي بواقي من بشر البرتقال. صفيت بقى كده خلاص بشر البرتقال، والبواقي اللي انا صفيتها دي انا مش بتخلص منها لانها بتكون مفيدة جدا. بتضيفي بقى عليها معلقه صغيره من السكر الناعم او الحليب المجفف، وتفركي بيها الوجه وكامل الجسم. بتكون سكراب هايل لتفتيح وترطيب البشره، كمان تقدري تستخدميها كمنظف للبشره قبل استخدام الكريم. وده بيكون بقى شكل العصير بعد ما صفيته، شايفين بقى رايق ازاي ما فيهوش اي بواقي، كمان بتكون له ريحه عطريه حلوه جدا. هضيف بقى دلوقتي على عصير بشر البرتقال مقدار معلقه صغيره كده من نشا الذره، معلقه صغيره مش اكتر من كده. واول حاجه بقى هعملها ان انا هبتدي ادوب النشا كده في الاول على البارد مع العصير. لازم ادوبه كده في الاول على البارد عشان قبل ما ارفع المكونات دي على النار، عشان الكريم بعد كده يبقى ناعم ما يكونش فيه اي كتل. هدوبها بقى كويس. خلطت بقى النشا كده كويس مع المكونات، شايفين بقى دابت ازاي. هرفع بقى دلوقتي المكونات دي في حمام ميه سخنه على النار لغايه ما قوامها يتقل ويبقى زي الكريم. حمام المياه السخنة انك بتجيبي طبق وتحطي فيه كمية من المياه المغلية وترفعيه على النار، وتحطي بقى فيه الطبق اللي فيه المكونات دي، وتفضلي بقى مستمرة في التقليب. واول ما بتلاحظي ان قوامها ابتدى يتقل وتبقى زي الكريم بترفعيها بقى على طول من على النار. وطبعا تقدري تعملي الخطوة دي على النار مباشر، بس لازم النار تكون هادية جدا عشان المكونات ما تتحرقش منك، بس الافضل يعني حمام المياه السخنة عشان تحافظي على فوائد المكونات. هرفعه بقى دلوقتي في حمام مياه سخنة وبعد كده نكمل ونشوف شكلها. رفعت بقى كده خلاص الكريم من حمام المياه السخنة، شايفين بقى قوامه ناعم جدا ما فيهوش اي كتل، كمان ريحته خرافيه، ريحته حلوه جدا، شايفين الكريم نتيجته هايله. هحتاج لزيت البرتقال، وزيت البرتقال ده انا عملته قبل كده في القناه بطريقه ناجحه جدا، هسيب لكم لينك الوصف في صندوق الوصف. عملته بطريقه صحيحه على البارد، هيكون محتفظ بكل فوائده. هضيف بقى دلوقتي على كريم قشور البرتقال مقدار معلقه صغيره كده من زيت البرتقال. لو مش متوفر بقى عندك زيت البرتقال، تقدري تستبدليه بزيت اللوز الحلو او اي زيت تكون بترتاح مع بشرتك، بس طبعا زيت البرتقال هيعزز جدا من فوائد الكريم، وكمان فوائده بتكون كتيره جدا للبشره. هخلط بقى دلوقتي المكونات للمره الاخيره لمجرد بس ان الزيت يندمج مع الكريم. خلطت بقى كده خلاص الكريم وكل المكونات اندمجت، الكريم بقى لونه وقوامه وريحته من اروع ما يكون. وبكده خلاص كريم قشور البرتقال بيكون جاهز للاستخدام. بضيفه بقى في علبه، يفضل انها تكون من الازاز، وتغسليها بقى كويس جدا وتجففيها، ما يكونش فيها ولا نقطه من الماء عشان الكريم ما يفسدش. بعد كده بقى اقفل عليه العلبه واحتفظ بيه في الثلاجه، هيكون صالح للاستخدام لمده اسبوع واحد بس. فيفضل بقى ان انت تعملي كميه صغيره قد اللي انا عملتها وتجدديها بانتظام، ده بيكون افضل عشان تحافظي على صلاحيته وفعاليه المكونات. نيجي بقى لطريقه استخدام الكريم. الكريم ده لازم يستخدم على بشره تكون نظيفه، يعني لازم تغسلي بشرتك في الاول كويس جدا وتجففيها، ويفضل كمان لو استخدمتي بواقي بشر البرتقال اللي احنا صفيناها في الاول وتستخدميها برضو بنفس الطريقه اللي قلت عليها، هتكون مقشر ومنظف هايل للبشره قبل استخدام الكريم، وبالتالي البشره هتكون مهيئه انها تستفيد كويس جدا بمكوناته. بعد كده بقى هتاخدي من كريم قشور البرتقال وتفرديه على كامل الوجه وعلى الرقبه وعلى الايدين، كمان تقدري تعملي منه كميه كبيره بنفس الطريقه وتستخدميه لكامل الجسم، نتائجه بتكون مذهله في تفتيح وترطيب البشره. وتركزي بقى على الاماكن الداكنه زي منطقه تحت الابطين وبين الفخذين ومنطقة الأكواع والركب، وحتى تقدري تستخدميه للمنطقة الحساسة، بيكون مفتح ومرطب ومعقم وكمان معطر. هتدلكي بقى الكريم بحركات خفيفة بأطراف أصابع ايديك لمدة دقيقة ودقيقتين، وهتسيبي بقى الكريم على البشرة لمدة نص ساعة،
ولو استخدمتيه لكامل الجسم هتسيبيه لمدة ساعة كاملة. هتسيبيه بقى لغاية ما يبتدي كده يجف، وأول ما يبتدي بقى يجف هتجيبي بقى الليفة المغربية الناعمة وتبتدي بقى تفركي الأول الكريم ده من على البشرة لغاية ما تتخلصي منه تماما، وبعد كده تغسلي بشرتك في الأول بالمية الدافية وبعدها بالمية الباردة، وبعدها ترشيها بماء الورد أو ممكن ترطبيها بزيت الورد، وده بيكون أفضل كمان لأنه بيكون مفتح للبشرة. ولو بشرتك بقى حساسة هتستغني عن خطوة فرك الكريم من على البشرة عشان ما يعملش أي احمرار للبشرة، لكن الخطوة دي بتكون مفيدة جدا لتفتيح وتقشير البشرة. هتداومي بقى على استخدام الكريم بنفس الطريقة دي كده على البشرة بشكل يومي عشان تاخدي منه أفضل نتيجة، يعني هتستخدميه كل يوم، ومع المداومة والانتظام على استخدامه هيكون من أروع الكريمات الطبيعية الغنية جدا بفيتامين سي اللي بيفتح البشرة ويبيضها ويوحد لونها، وهيقضي على البقع الداكنة والتصبغات الجلدية مع مداومة استخدامه، كمان بيفتح الأماكن الداكنة في الجسم بفعالية. كريم قشور البرتقان كمان بيعمل على ترطيب البشرة بشكل مضاعف خاصة بقى في فصل الشتاء، فتقدري بقى تحطيه على الأماكن الجافة بينعمها جدا وبيخليها زي بشرة الأطفال، ولو استخدمتيه بقى لكامل الجسم كمان بيكون مضاد للبكتيريا فبيخلصك من الروائح الغير مستحبة زي ريحة العرق، فتقدري بقى تستخدميه في منطقة تحت الإبطين أو حتى بين الفخذين، وتقدري كمان تستخدميه للمنطقة الحساسة بيفتحها جدا وكمان بيعطرها. وبما إن الكريم ده كمان بيعمل كمطهر طبيعي للبشرة من البكتيريا فبيعالج حب الشباب والحبوب والبثور، وكمان بيكون مضاد للالتهابات وبيعيد النضارة والحيوية للبشرة وبيحارب الشيخوخة المبكرة لأنه بيقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة. وبكده هنكون عملنا كريم قشور البرتقان، كريم غني جدا بفيتامين سي بمكون كلنا بنرميه هو قشور البرتقان. عملنا كريم هيكون ليه فعل السحر على البشرة وهيغنيك عن شراء منتجات غالية جدا للعناية ببشرتك، هيفتح البشرة ويبيضها، كمان هيحافظ على شبابها الدايم، وكمان بيخلصك من البقع الداكنة، يعني بيفتح الأماكن الداكنة وتفتحي بيه كمان المنطقة الحساسة، وبيكون معطر لكامل الجسم وبيخلصك من الروائح الغير مستحبة، يعني مزايا بلا حصر في مكون واحد. واتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهارده عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.